ولنقاش آخر تطورات المشهد الفلسطيني بالحديث عن التهدئة من جانب واحد، ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إياد القرع. أهلا بكم سيدي. سيد إياد، هل تسمعني؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك، أنت على الهواء مباشرة سيد إياد. نعم. كيف يفسر رفض نتنياهو وقفا متبادلا لإطلاق النار والإعلان عنه من جانب واحد فقط؟ هو هزيمة لنتنياهو للاحتلال الإسرائيلي، هذه هزيمة كما يقال واضحة وضوح الشمس، لا شك فيها ولا ريب فيها. وأنا أحدثكم، الناطق باسم كتائب القسام يعلن بوضوح للاحتلال الإسرائيلي أن المقاومة هي صاحبة الفيصل في هذه المواجهة، وهي فرضت معادلتها القائمة بشكل أساسي على أن الاحتلال يجب ألا يعتدي على المسجد الأقصى وألا يعتدي على الشيخ جراح، وأن المقاومة الفلسطينية في هذه المواجهة استطاعت أن تفعل الكثير. لذلك خضع نتنياهو الذي كان يتعجر في الأمس وقبله بأنه سيدمر المقاومة وسيستهدف المقاومة وسيقتل قادة المقاومة، هو لم يتمكن فعلا أن يحقق أي شكل من أشكال الإنجاز. لم يتمكن نتنياهو من أن يحصل على صورة مصر واحدة، سوى أنه استهدف الأطفال والنساء والمدنيين وقصف الأبراج السكنية. وفي المقابل وجد أن المقاومة اليوم، يمكن القول أننا حينما تحدث المستوطنين في محيط قطاع غزة أنهم يعيشوا حياة الجحيم عمليا من حدود غزة وصولا إلى جنوب تل أبيب. كانت هناك أيام عصيبة خلال الأيام الماضية لم يشهدها الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال فلسطين في العام 48، لم يرى ولم يشاهد هذا الحجم من الهجمات الصاروخية والاستهداف للجيش. اليوم في هذا السياق سيد إياد، في هذا السياق بالحديث عن المستوطنات، ما انعكاسات وقف الإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد على الجانب الصهيوني نتحدث؟ هو من باب الدقة، ولم يعلن من باب واحد، هو من طرف واحد. هو أعلن أنه ملتزم بما تم الاتفاق عليه وما أعلن الجانب بدون شروط، يعني هو لم يلتزم بالشروط. هو لم يتحدث أحد عن هذه الشروط. الذي تم الحديث عنه عن إيقاف لهذه المواجهة، لكن من البيان المصري يتضح أن وما تم التفاهم عليه وغير معلن، وهو مرتبط بأن يكون هناك وقف للاعتداءات على غزة. الأمر الثاني أن تبدأ مصر في التحرك ضمن وفد أمني مصري لحل الإشكاليات التي تتعلق بأسباب هذه المواجهة، وهو ضمنيا يفهم أنها مرتبطة بما يتم بالمسجد الأقصى. لكن بالنتيجة العامة نحن ندرك والكل يعرف اليوم أن إسرائيل ستفكر ألف مرة قبل الذهاب إلى أي اعتداء في المسجد الأقصى، لأنه مسببات المواجهة التي حدثت مع غزة لا زالت قائمة وموجودة في حال اعتداء على المسجد، وسيكون حاضر جدا ألا يحدث ذلك. هناك كثير من الاعتبارات الداخلية تغيرت، وبتقديري أنه ذهاب الحكومة الإسرائيلية إلى الإعلان والموافقة على ما أثبته وقف لإطلاق النار، وأيضا بالاتفاق والتوافق وليس من طرف واحد، نعم. هذا يدل على أنه أيضا معني هو بوقف هذه المواجهة، لأنه كل التوصيات التي صدرت عن المتابعين والمحللين والجنرالات المتقاعدين والجنرالات الإسرائيليين أنهم قالوا بشكل واحد أن هذه العملية استنفذت أهدافها، وأن إطالة هذه المواجهة سيخسر إسرائيل كثيرا، وأن المنتصر في ذلك هي عمليا المقاومة في غزة التي استطاعت أن تضع قضية القدس على سلم الأولويات الوطنية والإسلامية والعربية. وهناك تحرك عربي ودولي وإسلامي يرتبط بما يحدث في المسجد الأقصى ويحدث في الشيخ جراح. حديث عن ربما هذه هي تقييمات حول 11 يوما من هذا القصف المستمر على غزة، كان هنالك شروط للمقاومة وكانت معلنة حول وقف العدوان وإطلاق المعتقلين، وقف التعدي على المقدسيين،
وحماية المسجد الأقصى وعدم تعرض له. ما أوراق الضغط التي تحوزها المقاومة بعد كل هذه الشروط وبعد هذه 11 يوما التي صنعت الفرق في المعادلة؟ المعادلة هي بامتلاك القوة وإدارة المواجهة، وهذا أصبح معلوم، والكل يعرف أن إسرائيل دولة تقوم على القتل والإرهاب والدمار والتدمير، وأنه هي التي تقرر ماذا تفعل بالطريقة التي تراها مناسبة. اليوم لا يمكن لها أن تفعل ذلك، لأنها ستجد مقابلها أن هناك عمل مقاوم يمكن أن يفعل ما فعله على مدار 11 يوم. نحن نتحدث عن مواجهة لم تمر، وأنا أتحدث عن تجربة. نحن عايشنا حرب 2008 على غزة، و2012 و2014 و2021 بتفاصيلها وبأيامها، لم يحدث ما هو حدث اليوم. نحن نتحدث عن مواجهة بدأت قبل 11 يوم من الساعة 6:00، كان قرار المقاومة بأن تسقط تل أبيب ومناطق الاحتلال الإسرائيلي المختلفة. حتى اليوم نحن نتحدث عن قبل نصف ساعة خرجت دفعات ورشقات صاروخية على مناطق، وصلت إلى مناطق بئر السبع والزود وعسقلان، وكانت بنفس القوة التي خرجت فيها في اليوم الأول. والآن حينما تحدث الناطق باسم كتاب القسام قال أننا جهزنا ضربة صاروخية ستغطي كل فلسطين من حيفا وامتداد وحيفا وتل أبيب وإيلات وغيرها في حال لم يلتزم الاحتلال بهذه. نجاح المقاومة بأن تحافظ على قوتها من اليوم الأول حتى اليوم الحادي عشر هذا عمليا يعتبر إنجاز، وفشل لنتنياهو أنه لم يتمكن من المس بقدرات المقاومة ولا حتى على إدارتها للمواجهة. أحد القضايا المفتاحية أيضا في الأيام الماضية كان حي الشيخ جراح، وأعلنت المحكمة تأجيل جلستها للفصل في قضية تهجير أهالي حي الشيخ جراح. ماذا يعني هذا التأجيل، وإلى أين تتجه الأمور في هذه القضية؟ شوف، هو الآن في قضية مهمة، الآن قضية ومشكلة الشيخ جراح، واضح أنه الاحتلال سيبحث عن مخرج ليهدئ الأوضاع ويحاول الآن يمنع المستوطنين من الاعتداء ويمنع من العمل على تدمير هذه الأجواء. وشهدنا من خلال المتابعة أنه هناك تراجع كبير في اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى وعلى الشيخ جراح، وهذا الأمر مرده أنه أصبح جزء من الإسرائيليين، بما معناه يخاطب الباقي الجمهور بأنه لا نريد أن نجلب لنا أنفسنا هذه المشاكل التي لا قبل لنا بها وتجرنا إلى حرب لا نريدها ونخسر فيها كما حدث، بسبب أنه مجموعة من المستوطنين تمارس هذه العربدة وهذا الإرهاب. هذا اليوم أصبح جزء من الداخل، لأنه وجد أنه يدفع ثمن غالي مقابل سلوك بعض الجماعات الاستيطانية. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي إياد القرة، حدثنا عبر الهاتف من غزة. شكرا.